الحجر وقسي البشر لا للحجر قسي البشر وتمتعوا بقصص الحزين يا مين يا مين يا مين يسمع أنيني البحر غدار وجهك طيبي وسكيني عود قلبك الأسرار شوفك يا هالمدينة مدينة البحر غدار وجهك طيبي وسكيني عود قلبك الأسرار أحلام ضاعت بالفضا مجروح ما عنده حدا ودموع عم تسقط سودا صوت الظلم هدار بمشي بعتم الحواري مخبى ورا الابواب قصص هموم ومواجع احباب باعوا احباب بمشي عتم الحواري شو مخبى ورا الابواب قصص هموم ومواجع احباب باعوا احباب نار الغني ما بتكتفي نار الفقير ما العدل نام وغفي بيشرق بعد الخيام. أنا بحبك كتير يا بابا. وأنا مصدق كتير يا عطر الندى. يا فيك شيء؟ بالعكس حبيبي أنا مبسوطة كتير. إن شاء الله يا رب تضلي مبسوطة كل عمرك. من شو؟ من كل شيء عم بيصير بحياتي. يعني هي أنت رضيانة؟ مرتاحة؟ أنا شو بدي أحسن من هيك؟ بس كانك متضايقة من شيء. هي شغلة واحدة بس اللي مضايقتني. شو هي؟ لك ما عاد كتبت. رح اكتب. رح اكتب مسلسل ما كتبته بحياتي. بس بالاول بدنا نعمل حفلة عيد ميلاد لعطر الندى. حفلة من احلى الحفلات. بس ندى عيد ميلاد لسه مطول. الاطفال لازم نعمل لهم كل يوم عيد ميلاد. ما ضروري يكون في مناسبة. ايه بس احيانا. بس يجي طلال من بيروت. رح نعمل حفلة مطنطنة. لا قبلها ولا بعدها. مثل ما بدك. أمي صبور اهلين ردوستي
شو هاد؟ ليش هيك عاملين؟ شو هالكركبة هاي؟ كنت تعبان كتير اليوم عبدولتي، شباب دخيلك ليش شو عم تشتغلي؟ طول نهار قاعدة. مزبوط عبدولتي، بس يعني والله ما بس شو؟ ما بصير هيك، الله يرضى عليك، انت ذكية وشطورة، من طول عمرك قايم من بيت ابوك من بابه لمحرابه. طيب حبيبي خلص عدولتي، والله حقك على راسي من فوق. ايه هيك بدي اياك، الله يرضى عليك. بس انا زعلانه منك. اوف ليش الزعل؟ مش زعلانه يعني من اول ما فتيت وانت عم تنادي لي سمر. يا حري حري شك شو لك نفات هلا يمينه من هالسيره سمور. لا زعلي مني سمور، انت بتعرفي على ودك عندي، انا ما بدي منك شيء الا بس هيك تروقيني. بدي ضب الغرفه عدلتي. هلا انت هلا استني، شو بدك بضب الغرفه؟ تركيني انا بضبها، انا بضبها وينك. شو عم تعمل عدولتي؟ ما عم بعمل شيء. شو عم تعمل؟ ما عم بعمل شيء. شو هذا عدولتي؟ عسل. وهاد شو؟ حب لوجه الرأس. عم يجعك رأسك عدولتي؟ شوي كتير، شوي شوي يا عمري انت. طيب خد حبيبي، سلامة رأسك. تفضل. في العافية إلهي. الله يعافي قلبك. أنا قايم ضبضب البيت، البيت بده ساعة ضبضبي. مين هاد اللي كان قاعد معك؟ العالم بيقولوا صباح الخير، صباح النور، بونجور، أي شي بدك. صباح الخير، بس استغربت قعدتوا معك. استغربت، اندهشت، هي مشكلتك، بس ما تغلط. غلط؟ بشو غلطت؟ السؤال حرام؟ روعة، أنت نسيانة إنه أنا وياكي بنحب بعض ومقررين أول ما ننزل عالشام نتجوز؟ مزبوط طلال، بس لما بيكون السؤال ضمن أصول اللياقة مو بتسألني كأنك عم تحقق معي. لا مو صحيح، أنت فهمتيني غلط. بجوز فهمت غلط لأني متحسسة من تصرفاتك. شو التصرف الغلط اللي تصرفته؟ ما في أي تصرف محدد، بس أنا كل ما كنت قاعدة مع أي رجال بشوف منك نظرات مانا طبيعية بتخليني أتكركب وخاف. مو بيدي روعة، عم غار. أنا ما غشيتك طلال، أنا كنت معك صريحة وواضحة. بعدين شو رأيك أكتب على صدري لافتة أنا سأدخل عالم الفن عن طريق النساء؟ بس يا روعة طلال، لا بس ولا شيء، نحن لساعتنا ببر الأمان، وأنا هلأ حطيت رجلي بعالم الفن وما بسمح لأي مخلوق بالدنيا يوقف بطريقي وضيع لي فرحتي. بس أنا أكتر إنسان بهمه تكوني سعيدة. طيب على كل الأحوال خلينا نغير الحديث. قبل ما نغير الحديث لازم نحط النقاط على الحروف حتى ما حدا فينا يندم.
تفضلي. نحن نازلين اليوم على الشام ورح يتصل فينا جورج بيك ورح نرجع. رح يكون عندي تحضيرات وتصوير، رح اضطر جامل العالم واحكي مع عالم واعزم عالم وانعزم. طيب طيب خلص خلص روعة، مثل ما بدك. نحن متفاهمين على هذا الشيء، هذا شغلك. لا تتسرع طلال، فكر كتير منيح، لأنه أنا ما عاد اسمح لك تسألني أي سؤال على مين هاد وشبه هاد. وعلى كل اللي كان قاعد معي من طرف جورج بيك، وهي آخر مرة أنا بجاوبك عن سؤال بتسأله. خلص مفهوم، ما في داعي للشرح. خلص ضبيت شنطايتك؟ ضبيتها. أنا قايمة حاسب الفندق. لا تعزبي حالك حبيبتي، أعطيني المصاري والشنطة أنا بحاسب. شفت؟ أنا هي واحدة من الشغلات اللي بتضايقني منك. يعني أنا ليش حامل المصاري؟ لأني فرحانة فيهم كتير. أنا حاملتهم لأنه معي شنطة بتسعون مو أكتر. طيب وين المشكلة؟ المشكلة أنه كل ما بشتري غراض وبوقف لحاسب بحسك متضايق مني. وبصراحة أنا ما فيني طلع قدام العالم مصاري وقول لك تفضل حبيبي حاسب، لأنه أنا المرأة وحضرتك الرجال. لا تصغرني قدام العالم إذا بتريد طلال. طلال يعني أنا حبيتك لذوقك ولباقتك. الله يسامحك يا روعة، بهي ظلمتيني. متأكد؟ طبعا متأكد. طيب حبيبي آسفة، أنا رح حاسب الفندق عن إذنك. لك جاوبي على هذا السؤال، شفتيها ملا؟ يا طلال أنا موظفة، يعني باليوم ممكن يمر لعندي 100 واحد ووحدة. لا خليني جن، شفتيها ملا؟ شفته. ولو طلال أنا عايدة. والنعم والنعم يا ستي. لا تتمسخر طلال، بعدين تعالي هون اللي شو تهمتي معك. الخيانة يا خانو. خيانة؟ نعم خيانة. بشو شارد؟ ولا شيء روعة، أنا آسف غلطت بحقك. طيب يلا قوم نزل الشنطة خلينا نسافر بكير. حاضر. طلال مريم أنا هيك بحبك. أنت غشيتني يا جودات. غشيتي حالك. بس أنا حبيتك. أنت حبيتي مصاري، بس اطمني ما رح أبخل عليك بشي. أنا ما بدي منك شي، أنا بدي إياك. مغرورة وخيالك خصب. أنت بدك جودة بيك كله، هذا كتير شهري ما كتير. بس يا جودة. جودة بيك. بوس ايدك يا جودة بيك. وشو بستفيد؟ انت بتعرفي انه وقتي ضيق، وقت بدي اياكي بحكي معك. شيرين اتركي مفاتيح السيارة عند السكرتيرة. شكرا كثير يا جودة بيك، شكرا كثير. كيفك مازن؟ أهلين رولا. خلص علاء؟ معقول انسى هيك مناسبة؟ يا سيدي عقبال 100 سنة، بوسي ندى. الله معك. لا هذا رح بيصدق حاله انه ابوها. لا لا نحن لازم نحتفل على الأخبار الحلوة. طيب روعة اليوم وبنفس المطعم. أوكي مع السلامة. اطلب لي الأستاذ جورج من بيروت. طلال ما رح أقبل أي اعتذار، هذا عيد ميلاد ندى، بدك تجي. لا مو بس هيك، بدك تجي وتجيب معك هدية كمان.
اتفقنا؟ مع السلامة. خير حبيبي، شو في؟ لا ولا شيء، تعبان شوي بس. طيب علاء إذا تعبان بلا هاي الحفلة. قل لي حبيبي بشو حاسس؟ بكل شيء، حاسس بكل شيء. خوفتني علاء. ولا يهمك. شو حبيبتي؟ منروح منجيب الكيك؟ بلا بابا. أعطيني بوسة بالأول. يلا نلبس ثيابنا ونروح. يلا الو. مرحبا رولا، انت وين هلا؟ ما فيني احكي معك هلا، خلص بس يناموا اهلي بدي اقول لك. ماشي، باي. مين هاد؟ واحد غليظ دبقاني بده يحكي معي وانا مو طايقته. شايفك لابسة، وين رايحة؟ أنت مو رايح بكرة؟ سألتك لوين؟ بس أنا قلت لك إنه علاء عازمني على عيد ميلاد بنتها لهيام. طلال، متفقين ما تسألني؟ ما اختلفنا، بس أنا ما حكيت شيء برات الطريق، مجرد سؤال بين اثنين بحبوا بعضهم، وين المشكلة؟ مشوار، عندي مشوار شغل، شغله بس. عازمني جودة بيك على العشاء. ما بدنا نخلص من جودة بطيخ؟ اسمع طلال، أنا هيك ما عاد أقدر أتحمل، بكرة لازم نقعد نحكي ونتفاهم بشكل نهائي. روعه، انت ما كنتي هيك. بس ارجع منحكي ولا اقول لك خليها لبكره. يلا باي، تاخرت. اجا صاحبنا من باريس. أنت جاهز ولا قلبت؟ لا يا معلم، شو قلبت؟ ما أنا شايف شلون شكل سلك أموري على 24. لي عليك، هدك معاه جاهز ومدخول. أنا راح أخذ هاي معي. لك شو بدك بهاي؟ تركها مالها طعمة. خلينا أخذها معلم، بعدين فوتي ونعرف شو يصير معنا. خلينا أخذها. ماشي خدها، بس أوعك تستعملها. أمرك. راح أفوت بدل ثيابي وأجدقني مشان ما مبين هنيك مثل العين المقلوعة عم سيك. اليوم صدقني، معقول كل هذا يصير بهاي السرعة؟ مبروك روان. وحكيت مع جورج بيك؟ وطمني انه كل شيء اوكي. يا الله يا جودت، لو مانك بحياتي كان مستحيل يتحقق حلمي. عم تبالغي. يا الله يا جودت، قديش ممنونة لإلك، ومع هيك انا مقصرة بحقك. شكرا كثير. طيب هي كلمة شكرا شو بتزيد برصيدي او شو بتقلل منه؟ ما فهمت. بتعرفي أنا اضطريت أتعامل مع هاي العملة. لساتك عم تفكر باللعبة؟ أنا عمري ما خسرت، وهي الكلمة مو موجودة بقاموسي. بس هاي لعبة. بس لساتك قائمة. من الآخر، شو بدك جودات؟ نكمل اللعبة. بس الدور عندك، انت اللي ما عرفت تطلع العشر ليرات. رح طالع ورح تضطري نفس الشرط اللي اتفقنا عليه. من غير ما تشرب ولا تبل اصابيعك ولا تكبه. مزبوط. انا جاهزه. تليفون لك. الو، اهلين جورج بيك، أجل الموعد؟ طيب أوكي، شكرا، باي.
قال تأجل الموعد. بعرف. يعني أنا؟ ليه جودة بيك؟ جودة بيك برافو روعة. قلتيلي جودة بيك. أنا بحب البنت اللي عندها سرعة بديها، بس أنا ما خسرت. أنت اللي ما قدرت تطلع العشر ليرات من الكاسة، ولا مالك قد كلامك؟ بتقدري تطلعي العشر ليرات بطريقتك. أهلين جورج. لا لا ما تكلم، روعة جاهزة. مبروك روعة. أنت إلك شي بالشركة؟ أنا إيدي بكل محل. هاي اللعبة لعبتي، بهد وببني، برفع وبنزل. على فكرة أنت حطيتي قشرك بالمكان الصح. كملي كملي وما تخافي من أي شيء. كل هالقد المال بيعمل؟ بالمال بتقدري تعملي المستحيل. الله يا
صار خير طلال؟ ليش تأخرتي لهلا؟ بعدك مصر على إزعاجي؟ هلا أنا صرت مصدر إزعاج إليك؟ بكرة منحكي. كن بعلمك أنا مليت، مليت طلال. استني كتبي لي شيك بالمصاري الباقيانين بالبنك. شو عملتي؟ بس تطلع العشر ليرات من الكاسة بدون ما تشربها وبدون ما تكبها بالأرض وبدون ما تبل أصابيعها، وقتها بكتب لك الشيك. تصبح على خير. ويشهد علي ربي بفضي هالمسدس براسك. مين انت وشو بدك؟ انا جاي اعرفك على حالي وتعرف عليك منيح. اذا بدك تسرق بحب طمنك اني بالبيت ما بحط مصاري. ولك ابو ماهر اسمعني منيح. انا هيك ما بسمعك. اسمي المعلم جهاد، بينادولي اب خالد، مطلوب بجريمتين قتل وحكم اعدام. بفهم من كلامك انه ما بتفرق معك حتى لو قتلتني. بلي عليك، طلقت على الطاير. والمطلوب؟ من كام سنة كنت تعرف واحد اسمه أبو معتز أوسخ منك ببيع قهوة مرة، بتذكره؟ أنا ما بعرف هيك أشكال. هيك رح تزعلني منك وتخليني أنهي الحديث وقسما بالله بني. تذكرته، كانت تجي معه صبية صغيرة اسمها رجاء. كمل الحكاية لحالك. أنا حكاية واحد. لا تضيع حالك، أنت مالك عرفان حالك مع مين عم تغلط. اثنين، وإن قلت ثلاثة ما رح أرحمك. هو عرض علي. عرض عليك تشتغل عندك تنظف لك البيت. مزبوط. كمل. جبتها لهون على البيت وانت اللي كويت لحمها. بابا ما مين عم تحكي؟ قلو ينزل. نزل بابا. اسنعوا له طريق. كل واحد تخلي مصارينا في الأرض. ها مين انتم؟ شو بدكم منا؟ لك خلص كمل الحكاية. كمل الحكاية. خلصت. انت ابنه ما هيك؟ ايه. شو بدكم منا؟ أنا معي مصاري. خلاص واسمع أبوك. شوف نحن بجوز فقرة وما معنا مصاري،
بس الله زارع فينا شوية كرامة صعبة عليك وعلى ميت واحد مثلك يشلحنا ياها. أبوك هاد اللي شايفه قدامك جاب لهون لعنده عالبيت بنت صغيرة واغتصبها وكواها بالنار من رجلها ومن كتفها. مظبوط كلامي؟ أحكي لك أحكي. مظبوط. وهي كانت موافقة؟ اوعى طارق وحيات شواربي وشواربك ماله حرزان. تركني شفي غليلي معلم. ولك عم قلك ماله مستاهل، ماله مستاهل توسخ ايديك بدمه النجس. بدي اخذ بتاري. ولك الخراس ما عم قلك ماله حرزان تضيع حالك مشانه. نحن ما رح نوسخ ايدينا بدمك، بس اسمع منيح، رح اخذ ابنك معي. اذا فكرت تغلط بتكون خطيته برقبتك انت. اترك ابني وخدني الي. بدك تحميني؟ لا، خذوني انا معكم، واذا بدكم اقتلوني كمان. انا اللي بدي اوصل. اذا فكرت تلعب بديلك بتكون انت سبب ابنك يا رخيص. حطوا طارق. تركوني على باب الفيلا وراحوا. لا تصدقهم بابا، هدول كذابين. أنا سايرتهم من خوفي عليك. ليش لهلأ ما اتصلت بالشرطة؟ معناها ماما كانت مظلومة. أنا وياك ما عاد فينا نعيش تحت سقف واحد. أنا موظفة علاء هون مكان عمل، وأي واحد ممكن يجي لعندي على العمل حتى لو كان عدوي لازم استقبله وأخدمه بحكم عملي. أكيد عادة أكيد. بيقوم بعد هالعمر بتهمني بالخيانة؟ لا تكملي لا تكملي. بدك تجي على عيد ميلاد ندى ما هيك؟ طلال جاي؟ ايه طبعا جاي. اعذرني علاء. عايدة لازم تجي. مستحيل. طيب واذا قلت لك كرمالي؟ اذا محاولة للصلح فهذا مستحيل. كرمال رنا وجاد؟ علاء أنا كان لحالي ممكن أجي لعندك وأطلب تصلح بيناتنا كرمال رنا وجاد وكرمال العشرة اللي بيناتنا، بس التهمة اللي تهمني إياها سكرت الباب بوشي بوشه. عايدة أنت أخت وصديقة، أنا بصراحة يعني حابك تجي لأمر شخصي يخصني أنا. إذا أجيت رح أكون كتير مسرور. فكر بالموضوع. فكر علاء. دايما على قوي خاطرك. مع السلامة.
طيب عن دولتي والله رح يطق قلبي. شو رأيك حبيبي تاخذني بطريقك توصلني عند أمي؟ حبيبتي ما عندي روح على الحارة. طيب حبيبي بروح لحالي. يا حبيبي وتطلع سيرفيس وتنزل سيرفيس وهذا يطلع فيك وهذا يتغمالك وهذا يتحركش فيك. لا ما حذرتي ما حذرتي خيطي بغير المسلم. عندي فكرة بروح بتاكسي. العنين يا حبيبي وبتطلعي انت وياه لحالكم بالسيارة بيزبط عليك المراية وبيصير بيسألك لوين رايحة منين جاي. لا حبيبتي ما حذرتي. مو كلهم هيك عدولتي. حبيبتي إذا طلع واحد آدمي بدك تدفعي له المبلغ المرقوم. والله اشتقت لأمي وأبي. لك ما هداك اليوم تعشوا عنا مقالي. والله جبتها فكرة. مر لعندهم اليوم المساء وعزمهم على العشاء. شو رأيك؟ لا لا بس خلينا نروح لعندهم بعدين بكرة باخدك معي بنزل أنا وياك على السوق مشان تشتري لك كم قطعة وكم غرض. إيه اكتقبر قلبي عدولتي. بس وين هيك ما تاخد رجلك على الطلعة وعلى الفوتة. ايوة عدولتي عيون عدولتي. كما بدي اقول لك شغلة قولي. بس ما بتزعل عدولتي؟ لا انا ازعل منك. ولا اقول لك بلاها بلاها بعد. لك ما احكي احكي لك خلص بعدين بس ترجع. طيب فهمت عليك. شيه شيه لك هذا شو جابه لهون؟ الله وكيلك ما بعرف يا ابو خالد أخذت إجره لهون وكأنه ما في حدا متخبي ورانا من الشرطة. لك طارق ملكي جريت إجر الشرطة لهون بعدين المعلم ناوي يسلم حاله أحسن له ما يقمشوه هني. روح أبجع فاروق طارق شبع على كيف كيفك وبيحسب على 24. دعمي طارق اسحب الكرسي وقعود. ولك شبه ولك عم حاكيك اسحب الكرسي وقعود. أخي الظاهر ما بدي أحكي قدامي. أنا ماشي أبو خالد بدك شي؟ ولك طول بالك أبو جعفر ماله غريب. بعدين لك أخي شو ننطلعك من بيتها. إيه لا ترمينا بحجارك أبو خالد. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لك ما ترد السلام. لك شو أكل لك القط لسانة. بدنا نخطف أن ياخذ مشوار صغير معيتها. إيه بس بدك تشوف لنا شي سيارة شرطة تأخذنا بدال التاكسي. ولك إيه شبه مالك شايف حالتي؟ لا حسنا نفوت ولا حسنا نطلع. شو الشغلة على كيفي؟ معلم برتبها برتبها ما بنعجز عليها. ولوين المشوار الصغير معلم طارق من غير شر؟ بدنا نروح لعند بنتك مشان اطلب ايدها منك. هذا الموضوع سكرنا عليه من زمان وانتهت القصة. ليش لا نسكر عليه معلم؟ ليش لا نسكر عليه؟ انا بحبها وهي بتحبني وانت مثل ولي امرها. طارق لا تشتغل لك شغلة منيحة وتحسن تضب لك قرشين مناح ساعتها بتفتح سيرة جواز. هلأ مالك حسنا تتجوز؟ رب العالمين بتكفل فينا معلم. لا إله إلا الله. بعدين اسمع لألا حتى لو كنت أنا متولي أمرها بس الشور إلها أول وآخر. ماشي ماشي بنروح لعندها وبطلب إيدها وإذا ما بدها ياني كل واحد منا بيروح بحال سبيله لا سمح الله. ماشي طارق أفندي تكرم غيره. ماشي معلم رح ارتب لطلعتك. لا لا ترتب لطلعتي رتب لحالك شو بدك فيني انا برتب طلعتي. السلام عليكم معلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا الله امي أمانة تبقوا تعالوا لعندي. إيه مو لتعزمينا لك أمي؟ والله ما بعرفك كحتة هيك. لطيف سمور كحتة علي ما علي وقت اللي بتحط عشاء بتنتف ريش البراد نتقف. عم تمزح مع البنت أبو ربيع ما هيك؟ يا لطيف يا حماتي أنت إلك كل سحبة بتدحنم الله. يلا مشي قدامي مشي. خاطرك أمي خاطرك أبي الله معي عم بستناكم. ها إن شاء الله. شو صاير يا حماتي أنا وسمور مثل عصفورين بقفص واحد. أبو ربيع البنت صارت بالطريق. يا لطيف ليقوم حدا يلطشها.
لي على العيون جناب مثل الطناب. انا بسمعه على العزيمه هو بيعمل حاله عم بدافع عن سموه. ان شاء الله بلا هالكمه. بنتي اسمها سمر وبس. تعرف بنتك شو بتنادي له؟ شو؟ عدولتي. شو غرت سعودتي؟ شو رولا؟ وعد بكره بنسهر عندي بالبيت؟ ايه خلص مثل ما اتفقنا. بس مو لحالنا؟ ها طبعا مو لحالنا، ولو انت بتأمري. يلا باي باي. اسماعيل لحق لي هداك التاكسي. شو في شي رولا؟ هلا الحق وبعدين فهمك. يلا اوكي. شوفي معتز احكي لي. لك ما في شيء اختي، ما في شيء، بس والله وقت عم بطلع من البيت عم خاف كثير على سعاد. يعني ما بده يشغلها؟ لا لا ما بده يشغلها، بس والله انا خايف. إيه لا تبالغ انت الثاني. يلا بقى قوم نفوت البيت فيتكم. يلا شفته بعيني لأبوكي ولحقته بالتاكسي. ايه ايه شو ايه؟ متجوزة لسمر بنت أبو جميل. شبكي اجتك الجمدة؟ عادي حبيبتي، إن شاء الله كنتي مصدقة قصة هذا الزلمة اللي عم نقام عندك اليوم والتاني. لا أنت مستوعبة شو عم تحكي؟ والله أنا مستوعبة، أنت اللي ما عم تستوعبي. ما بدك تصدقي. بتعرفي ليش ما بدك تصدقي؟ ليش؟ لأنك خايفة تواجهي أبوكي، لأنك نعجة. هلا هذا همك؟ ما فكرتي بأمك هي اللي صابرة صار لها عمر؟ بس 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 لا تحايلي لي بقصة أمك. يلا حبيبتي يلا يلا قومي قومي فرشي لبنتك على الأرض، لأنه التخت اللي كان بده يجيب لك يا أبوكي جابوه للعروس. إذا ما كان كاتب للبيت باسمه. الحجر وقسي البشر لا للحجر قسي البشر واتمتعوا بقصص الحزين. يا مين يا مين يا مين يا مين, يا مين يسمع أميني.
بحر غدار وجهي طيبي وسكيني عود قلبك الأسرار شوفك يا المدينة مثل البحر غدار وجهي طيبي وسكيني عود قلبك الأسرار أحلام ضاعي الفضاء مجروح ما عنده حدا أحلام ضاعي الفضاء مجروح ما عنده حدا ودموع عم تسقط سودا صوت الظلم هالدار